بدعم من الكنيسة السويدية وجهات محلية وعالمية، اختتمت في بيت لحم فعاليات مهرجان قطف الزيتون السنوي 21 الذي تم تنظيمه بالتعاون مع العديد من الدوائر والمؤسسات المحلية في المحافظة بحضور عدد من المسؤولين وحشد من المزارعين والمدعوين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. اختتمت بلدية بيت لحم ومركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة فعاليات مهرجان قطف الزيتون السنوي 21 الذي أقيم تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية وبالتعاون مع مكتب وزارة الزراعة في محافظة بيت لحم وغرفة التجارة والصناعة ومعهد الأبحاث التطبيقية أريج وجمعية تنمية المرأة الريفية والأكشن إيد وبدعم من الكنيسة السويدية ووكالة سيدا. ابتدأ المهرجان بالترحيب بالحضور وبرئيس الكنيسة الإنجيلية في الأردن والأراضي المقدسة المطران سني عازر وبالمحافظ اللواء كامل حميد ونائب رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حننية وممثلي مؤسسات المدينة. تضمن المهرجان عدة أكشاك احتوت على منتجات مختلفة من خيرات الأرض وأهمها الزيت والزيتون وحرف يدوية ومنتجات غذائية مطرزات ومنتجات مختلفة نالت إعجاب الحضور. وفي كلمة المطران عازر والذي بارك هذا المهرجان أشار بدوره لأهمية شجرة الزيتون في البلاد وعدد الخيرات الناتجة من هذه الشجرة المباركة والتي نتخذ من أغصانها شعاراً للسلام داعياً إلى التمسك بالأرض وزراعتها والاهتمام بها. كما ورحب الأستاذ حننية بالحضور والمشاركين في هذا الحفل السنوي في بيت لحم التي لها دور بارز في إنتاج الزيت المميز من حيث الجودة والذي أكد على أهمية الزراعة في الأراضي النائية. كما تم تكريم المزارعين وإعلان أسماء الفائزين في مسابقة التصوير وأيضاً تم افتتاح معرض للصور بعنوان الزيتونة شجرة السماء تلاه حفل استقبال في قاعة السلام. شجرة الزيتون هي لون السلام في العالم، هي شجرة مباركة وستبقى شاهدة على البركة والقداسة. للنورسات مارلين الحدوى من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.